العمل الورقية أو البنك ليش ذات قيمة؟ إنه لها قيمة اعتبارية، وقضيتها في الطرف إنه القيمة الاعتبارية عم تحددها الزاوية الصحيحة للعلاقة، لكن مو هذا اللي بيحصل. الذي يحصل أن هذه العمل الورقية إما أن تكون مدعومة بأرصدة ذهبية أو بسلة عملات سموها، أو ما يحدد حقيقة القيمة الحقيقية للعملة ليست الدولة ذات العلاقة. يعني مثلا كثير من الحالات أن عملة البلد معين تحدد قيمتها من بلدان أخرى نتيجة ميزان المدفوعات والتبادل التجاري بين دولة أخرى، هذا يحددها قيمة الناتج القومي أو هي مجموعة السلع والموارد التي تنتج في تلك الدولة. دولة فجأة يطلع عندها بترول، فتصير عندها خيارات في بعض الأرض ما كانت موجودة، ترفع عملتها بدون رأي منها. فما يحدد القيمة الحقيقية لهذه العملة الورقية التي هي رمز لأرصدة موجودة خيارات أو ذهب زائد المعاملات التجارية بين بلد أخرى، فما عليها قيمتها محددة فقط بفرمان بالطلع الدولة أو برغبة الدولة المعنية. وقد يكون عكس تماما، دول أخرى تتآمر حتى تخلي دولة معينة ترتفع قيمة عملتها وترتفع قيمة أوراقها حتى تقلل من صادراتها إلى دول أخرى. ما بيحصل اليابان مثلا وأمريكا بيحاولوا مثلا إنه دائما يخلوا اليابان بهمهم دائما الدولار يكون عالي حتى الناس ما تستورد من أمريكا تلاقيه غالي تستورد من اليابان. أمريكا تعلن إنه بتخفف حتى هي تعمل العكس. فليس دائما ليس دائما الدولة هي التي تحدد أو تتحكم في تقدير قيمة العملة. معليش أنا بمشي معك في هذا، لكن لست معك في قولك في أول كلامك، وإن كنت بالأخير فقدت الموضوع. ليس هذا فقط، ومعنى ذلك هذا ممكن وهذا مشاهد أيضا، وما أدري كيف يعني طلع منك التعميم هذا في أول كلام. مشاهد أن الدولة خاصة أمريكا لتضرب بعض الدول الأخرى ترفع وتنزل حسب مصلحتها الشخصية برفع الفوائد هذا هو. بس لكن كونه هذا هو السبب الوحيد، أنا ما بقول سبب وحيد، لكن على كل حال المسألة داخلة في موضوع مخامرة ما بينضبط الأمر. ربنا ليش حرم الميسر القمار؟ هو لأنه مو قائم على أسباب كونية طبيعية إذا الإنسان التزمها مثل التجارة المباحة، ففي الغالب ينجح وإن كان أحيانا يسخر ما في مانع. فهذه تشبه المخامرة تماما، ولذلك الإنسان أنا أقول لا يمكن إنسان يعيش في بلد له علاقة في بلد آخر إلا أنه يضطر يحول عملة، لكن القصد أنه ما يتخذ ذلك تجارة، لأنه هنا يقال في حكم الضرورات، يعني وإلا خسر ماله خسر تجارته كلها إذا كان ما بده يعمل المبادرة الضرورية. خاصة الصورة اللي جابها أبو محمد آنفا، يعني أنا هاي بدي أحكي فيها، أنا ما فهمت أبدا أي فرق بين الصورة اللي جابها زهير والصورة اللي جابها طارق. زهير قال أنا بدي أستقر بضاعة من بلد ما في الخارج، أنا أعلم الآن أن قيمة الاسترلين اللي بدي أستورد فيه منخفضة، وأنا بخاف أنه بعد شهرين لما بدي تجي البضاعة وبدي أسدد راح ترتفع قيمة الاسترلين، فأنا أشتري حاجتي من الاسترلين لاستيراد تلك البضاعة الآن وأحوله وأضمن بذلك أنا أشتريها بالسعر الحالي. مثل ما قال طاهر أنا متفق مع زهير، أبيع البضاعة 10,000 دينار الآن السعر مقابل 10,000، أنا بشتري استرليني الآن وبحجزه وأجيب البضاعة. الصورة ما لم أرى فرق، الصورة ما في فرق، لكن فرق في القصد. القصد هو أنه هذا السعر الآن أزلته بدون زيادة ونقص، صح ولا لا؟ إنه يعني بينما هنا في فرق كبير،
انه بده يستورد باقل ما يمكن. اي بس الفارق اكبر، الفارق اللي هو زبون حاضر. انا بقول لك الفارق هو زبون حاضر مرتبط معه. انا زبوني ما بعرف الضعف اللي تيجي بدي احليها. الصوره تختلف، انا عم اتكلم عن القصد. انا وافقت معه، هذه الصوره هي عين الصوره هي. لكن القصد شتان بين هذا وهذا. فانت هلا راح تقول الصوره واحده. انا ما خالفت. خالفت بس انا بدي اعطيك صوره ثالثه هلا. هي 35 هلا في بعض في بعض الاتفاقيات. يا استاذ. لا استفسار. معلش معلش بس راح فيك موهى في ظني. الصور والشكليات تتعدد. تتعدد بحيث لا يمكن حصرها. لكن إنما الأعمال بالخواتيم. الآن أنا آخر شيء تكلمت مع أبو يحيى قلت إنه ما في إنسان يعيش بلاد إلا بالطلب. يجي عملي مثلا من بلد يجي صورة في البلد اللي عايش فيه، وحكينا هذه الصورة. إذا ماذا كان يجاوبنا بالنسبة لهذه الصورة؟ هذا هو. لكن هي الصورة من حيث الصورة هي. إذا نحن بدنا نشوف ليس الصورة فقط، وإنما الباعث على ارتكاب هذه الصورة وتلك. فمن حيث الشكليات كلها صورة، لكن تختلف المقاصد. فبين واحد مثلا إجا عملة عراقية، شو بدي يسوي فيها؟ بده يضطر من صفه هنا لانه ما عايش في البلد عملتها دينار. والعكس بالعكس، بعض الاخوان يمكن يتقوا يقولوا يا روحي.